أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. ما لازم نفكر الآن أنه إمتى بده يجي زمان نخرج اليهود من فلسطين، لا، لازم نفكر نحن الآن متى نستطيع أن نقيم دولة إسلام في قلوبنا نحن، متى تستطيع أن تقيم دولة إسلام في دولتك الصغيرة في دارك. ومع الأسف أكثر الذين ينادون بإقامة حكم الإسلام على وجه الأرض هم لا يقيمون حكم الإسلام في دورهم، في ذوات أنفسهم، في أولادهم، في بناتهم، في نسائهم، فأخذ الشيء لا يعطيه. لذلك فأنا أظن أوضحت لك ما كان يعني أشكل عليك، أنه أنا ما بأيد الانتفاضة لأنه ما هي قائمة على أساس إن تنصر الله ينصرك.